واحد من أكبر المدرجات الرومانية في الأردن بشكل خاص وعلى صعيد الشرق بشكل عام. هو المدرج الروماني في عمان الذي يقع في الجزء الشرقي من العاصمة الأردنية على أحد التلال في سفح جبل الجوفة المقابل لجبل القلعة. بني في بداية القرن الثاني ميلادي ما بين 138 و161 ميلادي في عهد الإمبراطور أنطونيوس بيوس. تقع إلى جانبه ساحة الفورم وتبلغ مساحتهما معا حوالي 7600 متر، وقد تعرضا سويا لزلزال عام 1924 أثر سلبا على بعض معالمهما وأدى إلى سقوط عدد كبير من الجدران ما عدا الأعمدة الثمانية على المدخل. مع تقدم الزائر للأمام يجد أنه قد خصص للمدرج مداخل عدة، واحد رئيسي للإمبراطور وحاشيته وأخرى لعامة الناس. مع عبور هذه الأبواب يقف الزائر بذهول أمام أدراج تكاد تعانق السماء وتتألف من ثلاث طوابق، كانت الصفوف الأولى فيها لكبار القوم مع الحاشية المستشارين والحرس، وكانت تتميز كرسي الإمبراطور بوسع مساحتها، أما البقية فكانت لعامة الناس. استعمل المدرج النصف دائري الذي يتسع لحوالي 6000 شخص في مختلف الحقبات ومنها البيزنطية وحتى العثمانية، وقد كان مخصصاً للعروض المسرحية والغنائية الفنية بسبب جودة نظام الصوت الذي كان فيه والذي يتمركز في صحن الساحة ويتيح للخطيب أو المغني أو المتكلم أن يصل صوته لكافة الناس دون أي مكبرات للصوت. وأحياناً كانت هناك عروض رياضية بسيطة، فخلافاً لباقي المدرجات التي كانت سائدة في تلك الحقبة لم تحصل عليه مبارزات مع الحيوانات أو مصارعات. وحتى اليوم ما زال يستخدم هذا المدرج لإحياء الحفلات والمناسبات خاصة في المواسم السياحية في الأردن. هذا ويقوم القيمون اليوم بعمليات ترميم له فقط، إذ أنه وكما أثبتت الدراسات مبني على قاعدة صلبة، أي لا يوجد احتمال لوجود حفريات تحته بخلاف الساحة الخارجية التي وجدوا تحت أرضيتها بعض التماثيل ومغطس روماني كان يستعمل للحمام الساخن. لا يقف المدرج على كونه مسرحاً رومانياً قديماً وحسب، بل يضم اليوم متحفين على جانبي المدخل الأيمن والأيسر، وهما على التوالي متحف الحياة الشعبية ومتحف الأزياء والحلي. متحف الحياة الشعبية الذي يقع على الناحية اليمنى لمدخل المدرج عام 1975، وأعيد صيانته وترتيبه عام 2017، وهو يحاكي بشكل عام تطور حياة سكان الأردن وكيفية استعمالهم للأدوات والأثاث على مدى القرنين 19 و20، خاصة حياة الريف والبدو وبعض مشاهد من حياة المدينة. فيجد الزائر في جولته على مختلف أقسامه أسلحة تقليدية قديمة، آلات موسيقية متنوعة قديمة، مسجلات وأسطوانات، إلى جانب أدوات منزلية قديمة استعملت في الطهي والتدفئة كالبابور والفانوس وأواني حديدية كالطناجر والمصبات وأخرى لحفظ الطعام، مطحنة قهوة، أكواب نحاسية، أباريق شاي، نراجيل، إضافة لطابون الخبز وأدوات زراعية وغربال. أما بعد وفي غرف متلاصقة يرى السائح مشهد الجلسة الأردنية التقليدية،
وصناعة السلال، صب القهوة وهي من عادات الإكرام في الأردن، ثم يطل على غرف أخرى تظهر الصناعات التي كانت سائدة في تلك الفترة كالمنوال لحياكة السجاد وبيوت الشعر وصناعة الحصر من القش أو القصب، تحضير المؤن والمأكولات، إلى جانب إبراز أشكال البيوت الأردنية وخاصة البيت الفلاحي وطريقة العيش والتدفئة. وتجد على حدا مثلا لوحة دارس الذي كانت تفصل من خلاله الحبوب عن القش، والتي كان يجرها الحصان أو الحمار. أما الغرفة الأخيرة فتظهر مشهدية البيت الحضري أو بيت المدينة بكل تفاصيله، بدءا من طريقة السمر واختلافها بين الرجال والنساء، كيفية حفظ الأشياء في الخزائن وعلى الرفوف والطاولات، المبخرة القديمة، صندوق العروس وشكل المنزل، إلى جانب طرق التسلية مثلا عند الرجال كلعبة النرد. الجهة اليسرى لمدخل المدرج يطل الزائر على متحف الأزياء والحلي الذي أسسته السيدة سعدية وصفي عام 1971، والذي يتضمن أثواب وأزياء من مختلف المناطق الأردنية مثل معان والكرك وسواها. أما التشكيلة الأوسع فيه فهي حصة المجوهرات والحلي، والتي تتضمن مجموعة قلائد من الخرز الملون والمرجان الذي كان يستخدم لصناعة القلائد أو تزيين البرقع، أحجار بدوية تستعمل في زينة المنزل أو الأدوات أو الحلي، العنبر المستخرج من صمغ الصنوبر والذي تزينت به النساء الأردنيات والفلسطينيات، قلادات من العقيق، خواتم، كوفيات، شالات وأغطية للرأس مصنوعة يدويا ومطرزة، إلى جانب قلادات حجاب للصدر وخلخال للقدم من الفضة مزينة بالحبيبات والخيوط المشبكة من صناعة اليمن ومصدره الحجاز. أيضا هناك الكردان، وهي نوع من أنواع القلائد، الحلي المحبرة باللون الأسود، أساور من الفضة وغيرها بمختلف الأشكال والقياسات ومن مختلف المناطق. هذا ويضم المتحف تشكيلة كبيرة من اللوحات الفسيفسائية التي تتحدث عن الفترة البيزنطية، وتم إحضارها من كنائس مهدبة وجرش، وذلك لتسهيل اطلاع الناس عليها، خاصة وأن المدرج الروماني يعتبر وجهة سياحية مميزة، ومنها فهد بارز الأنياب يطارد فريسته من القرن السادس للميلاد، جزء من إطار مزين بورق الأكانتوس، رسم لرجل يمثل الفصول، طائر جاثم فوق زهرة مستديرة وأمامه شجرة، حاشية مزينة بزخارف مسننة وأشكال هندسية، زهرتان على شكل كأس بين أغصان الأكانتوس وفوقهما طبق عليه صندل، عادة ما كانت توضع في مدخل البيت، حاشية مزينة بسلال مملوءة بالثمار بين فروع الأكانتوس، ديك ينقر قطاف عنب داخل لولب من الأوراق والعناقيد، حمامة تطير فوق خيوط متعرجة يمكن أن تمثل بحيرة ماء.
حجر في قفص وأمامه رفيقه طليق، وهذا يشير إلى الروح السجينة في قفص الجسد. خروف كثيف الصوف وله ذنب ملتوي وقاطف العنب. هي جولة لا تقف عند حدود الحجر وما يحكيه عن التاريخ، إنما في المدرج الروماني في عمان يقوم السائح بجولة على الثقافات وعلى شعوب المناطق الأردنية على اختلافها، على البداوة والمدنية وعلى الفنون والأزياء، فيخرج من المكان محملاً ببخور الأزمنة والتراث والأصالة.